طلابي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هتكلم عن الـ development of genital ducts. ده عبارة عن اليوترس. اليوترس بيتكون من فندس وبادي وسيرفكس، ودي الفاجينا، دي الفالوبيان تيوب، والأطراف بتاعة الفالوبيان تيوب دي اسمها الفيمبريا، وده الأوفري. لو بصينا كده على الأوفري هنلاقي إن في شوية تيوبيولز موجودة فوق الأوفري اسمها إيب أوفرون، وفي شوية تيوبيولز تانية موجودة جنب الأوفري اسمها بار أوفرون، ودي عبارة عن إمبريولوجيكال ريمينانس هنعرف هي جاية منين. عبارة عن ساجيتال سيكشن في الفيميل بيلفس. لو بصينا كده في الفيميل بيلفس هنلاقي إن في اليورينري بلادر واليوريثرا قدام، وراها اليوترس والفاجينا ورا، وراهم الريكتم والإنال كنال. ولو بصينا كده هنلاقي ان اليوريثرا والفاجينا فتحتهم هما الاثنين بيفتحوا في الحتة دي اللي بنسميها فيستيبيول اوف ذا فاجينا. قبل ما اتكلم عن الديفلوبمنت اوف جينيتال داكس عايزين نراجع مع بعض الكلويكة، نعرف بالظبط ايه هي الكلويكة وايه هي الديفيجنز بتاعتها. احنا طبعا الكلويكة كنا سمعنا عليها بالتفصيل في الـ development of your genital system، فانا دلوقتي هقولها مجرد مراجعة علشان تساعدنا ان احنا نفهم الجزء اللي جاي. ده عبارة عن longitudinal section في الامبريو بعد الفولدنج. اللي باللون الاصفر ده عبارة عن الجط. الجط بيبقى مقفول كرينيالي بالباكو فارنجيال ميمبرين وكودالي بالكلواكة الميمبرين، والجط بيتقسم لثلاث أجزاء، فور جوت وميد جوت وهاين جوت. الهاين جوت في حتة كده عاملة زي الأنبوبة هتطلع منه وتدخل في الأمبليكال كورد هنسميها ألانتويز. الجزء من الهاين جوت كودا للأوريجن أوف ألانتويز، الجزء ده بنسميه كولواكا. يبقى هي الكولواكا، الكولواكا هي عبارة عن الدايليتد caudal part of hind gut caudal للأوريجن أوف ألانتويز. والكلواكة من تحت بتبقى مقفولة بالكلواكة الممبرين. يا ترى ايه نوع الجيرم سيلز اللي موجودة في الكلواكة؟ نوعها اندودر لأن هي جزء من الهاين جت، واحنا عارفين ان الجت اصلا الجيرم سيلز اللي موجودة فيه هي اندودر. لو بصينا كده على الصورة اللي في الجنب دي عبارة عن صورة تخيلية للكلواكة. الكلواكة زي ما انتوا شايفين كده عبارة عن أوضة. الأوضة دي مقفولة من تحت بكلواكة الممبرين، والأوضة دي لونها أصفر لأن هي عبارة عن اندودر. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الكلواكة انا عايزة اقسمها لأوضتين، أوضة قدام وأوضة ورا. فالميزودرم اللي موجود ما بين الالانتويز وما بين الهايند جت في المكان ده هيحصل فيه بروليفريشن ويعمل سبتم هنسميه يورو ريكتال سبتم. لو بصينا كده في الصورة دي ده الميزوديرم اللي موجود ما بين الالانتويز وما بين الهايند جت. الميزوديرم هيحصل فيه بروليفريشن ويعمل سبتم هنسميه يورو ريكتال سبتم. اليوريكتال سيبتم هيبدأ ينزل باتجاه السهم. لو بصينا كده في الصورة من الجنب هنا ده الميزوديرم اللي موجود ما بين الالانتويز وما بين الهايند جت، هيبدأ يحصل فيه بروليفريشن وينزل لتحت علشان يقسم الكلواكة لجزئين. السيبتم ده سميناه يوريكتال سيبتم. عينينا بقى دلوقتي على الجزء ده باتجاه السهم. زي ما انتوا شايفين الميزوديرم بتاع اليوريكتال سيبتم بينزل اكتر لتحت، وبرده لو بصينا كده في الصورة اللي في الجنب ده الميزوديرم اوف يوريكتال سيبتم بينزل اكتر لتحت. هنا ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان اليوريكتال سيبتم قسم الكلواكة لجزئين. الجزء اللي قدام هنسميه بريميتيف يورو جينيتال ساينس، والجزء اللي ورا هنسميه ريكتو انال كانيل. اليوريكتال سيبتم بعد ما قسم الكلواكة
البريميتيف يورو جينيتال ساينس وريكتو انال كانال هينزل لتحت ويقسم الكلواكل ميمبرين لجزئين. الجزء اللي قدام هسميه يورو جينيتال ميمبرين والجزء اللي ورا هسميه انال ميمبرين. طب تعالوا كده نشوف الاسامي. البريميتيف يورو جينيتال ساينس ده هيعمل اليوريناري بلادر واليوريثرا، والريكتو انال كانال ده هيعمل الريكتم والابر بارت اوف انال كانال. عشان كده سمينا السبتم ده يورو ريكتال سبتم، لانه هيفصل ما بين حاجات في اليوريناري سيستم وحاجات في الجي اي تي. لو بصينا هنا على الصوره اللي في الجنب، ده عباره عن اليورو ريكتال سبتم. اليورو ريكتال سبتم قسم الكلوكه لاوضتين، الاوضه اللي قدام اسمها بريميتيف يورو جينيتال ساينس، والاوضه اللي ورا اسمها ريكتو انال كانال. وبعد ما قسم الكلوكه لاوضتين هينزل لتحت ويقسم الكلوكه الممبرين لجزئين. الجزء اللي قدام اسمه يورو جينيتال ممبرين، والجزء اللي ورا اسمه انال ممبرين. طيب فاكرين لما اخذنا في الموديول اوف يورو جينيتال سيستم اتكلمنا عن الميزونيفريك دكت، وقلنا ان الميزونيفريك دكت بتفتح في الباك اوف كلوكه. هتفتح فين بالظبط في الباك اوف كلوكه؟ هتفتح في الباك اوف بريميتيف يورو جينيتال ساينس. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ دلوقتي انا هاخد البريميتيف يورو جينيتال ساينس هو والالانتويز والمقفول من تحت باليورو جينيتال ميمبرين، وبتفتح فيه من ورا الميزونيفريك دكت. هاخد كده الحاجات دي كلها واطلعها من الصوره، احطها في صوره لوحدها. يبقى لو بصينا كده، ده البريميتيف يورو جينيتال ساينس كونكتد من فوق بالالانتويز ومقفول من تحت بميمبرين اسمه يورو جينيتال ميمبرين، والميزونيفريك دكت هتفتح فيه من ورا. البريميتيف يورو جينيتال ساينس بيتقسم بمكان دخول الميزونيفريك دكت لفيزايكو يوريثرال كانال وديفنيتيف يورو جينيتال ساينس. والميزونيفريك دكت بتبقى فاتحة في الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانال. الديفنيتيف يورو جينيتال ساينس هو كمان هنرجع نقسمه لجزئين. هنقسمه لجزئين، بيلفيك بارت of definitive urogenital sinus و phallic part of definitive urogenital sinus. والphallic part of definitive urogenital sinus مقفول من تحت باليورجينيتال ميمبرين. يبقى انا دلوقتي لو حبيت اراجع معاكم تقسيمة الكلواكة، الكلواكة هي عبارة عن dilated caudal part of hindgut caudal للorigin of allantois. هنقسم الكلواكة باليورو ريكتال سيبتم لي بريميتيف يورو جينيتال ساينس وريكتو انال كانال. والبريميتيف يورو جينيتال ساينس هنقسمها بمكان دخول الميزونيفريك دكت لفيزايكو يوريثرال كانال وديفنيتيف يورو جينيتال ساينس. والديفنيتيف يورو جينيتال ساينس هنرجع نقسمها لبلفيك بارت اوف ديفنيتيف يورو جينيتال ساينس وفالك بارت of definitive urogenital sinus. الصورة دي ملخص لتقسيمة الكلوكة الديفيجنز بتاعتها علشان تساعدكو في الجزء اللي جاي. تعالوا بقى نتكلم عن ال indifferent stage of genital ducts. الامبريو سواء ميل او فيميل بيبقى عنده two pairs of genital ducts. two pairs يعني اتنين واتنين، two mesonephric ducts و two paramesonephric ducts. الفيت بتاع الجينيتال ducts بيختلف حسب ال sex of the embryo، حسب الامبريو ده هيبقى ميل او فيميل. تعالوا نتكلم عن الميزونيفريك duct الاول او الولفيان duct. هنتكلم على الفيت of mesonephric duct او ولفيان duct في الفيميل. طبعا احنا اخدنا الفيت بتاعها في الميل في الموديول اوف يورو جينيتال سيستم، فلو انتوا عايزين ترجعوا الفيت اوف وولفيان دكت في الميل تقدروا ترجعوا لمحاضرات الديفلوبمنت اوف يورو جينيتال سيستم.
احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفيت بتاعها في الفيميل. دي عبارة عن صورة للإمبريونيك ديسك قبل الفولدينج. انا شايلة الإكتوديرم وببص على الانترا إمبريونيك ميزوديرم. الانترا إمبريونيك ميزوديرم بيتقسم لثلاث اجزاء: بارا اكزيال وانترميديت ولاترال بليت ميزوديرم. اتفقنا قبل كده ان الانترميديت ميزوديرم ده اللي مسؤول ان هو يعمل اليوروجينيتال سيستم. قبل الفولدينج الانترميديت ميزوديرم بيبقى عبارة عن حبلين طوال بطول الامبريونيك ديسك من اول الباكو فارنجيال ميمبرين لحد الكلوكا الميمبرين. بعد الفولدينج الانترميديت ميزوديرم بيبقى عبارة عن حبلين طوال بطول ظهر الامبريو من اول النك لحد السيكرال ريجون. اتفقنا برضو من شوية واخدنا الكلام ده في الموديول اوف يوروجينيتال سيستم ان اليورينري سيستم لما بيجي بيتكون من الانترميديت ميزوديرم على هيئة 3 overlapping kidney systems. ال 3 overlapping kidney systems هي عبارة عن البرونيفروس والميزونيفروس والميتانيفروس. السيستمز دي زي ما قلتلكوا هي overlapping، يعني البرونيفروس هتظهر اول حاجة في السيرفايكال ريجون، وقبل ما تختفي هتظهر الميزونيفروس في الثوراسيك والأبر لومبر ريجون، وقبل ما الميزونيفروس تختفي هتظهر الميتانيفروس في السيكرال ريجون. تعالوا سريعا نفتكر مع بعض البرونيفروس والميزونيفروس كانت بتتكون ازاي. ده عبارة عن لونجيتيودينال سيكشن في الامبريو بعد الفولدينج، وده الانترميديت ميزوديرم متلون بثلاث الوان: اللون الفايلت ده لون البرونيفروس، واللون الاورنج ده لون الميزونيفروس، واللون الازرق ده لون الميتانيفروس، ودي الكلواكة. البرونيفروس هي عبارة عن الانترميديت ميزوديرم اللي موجود في السيرفايكال ريجون. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الانترميديت ميزوديرم اللي موجود في منطقة البرونيفروس هيتقسم الى قطع او سيجمنتس. القطع دي عددها من 7 إلى 10 سيجمنتس. في البداية كل سيجمنت فيهم بتبقى عبارة عن سوليد ماس اوف ميزوديرم، يعني ملهاش كافيتي من جوه، وبعد كده هيبدأ يتكون جواها كافيتي وتتحول الى تيوبيولز هنسميها برونيفريك تيوبيولز. البرونيفريك تيوبيولز عددهم من 7 إلى 10 وموجودين في السيرفايكال ريجون. كل تيوبيول فيهم ليها ميديال اند وليها لاترال اند. ده المنظر لو انا بص عليه من قدام، دي البرونيفريك تيوبيولز بتبقى موجودة في السيرفايكال ريجون، وكل تيوبيول فيهم ليها ميديال اند وليها لاترال اند. اللاترال اند بتاعة البرونيفريك تيوبيولز هتتجمع مع بعض وتعمل دكت طويلة اسمها برونيفريك دكت. البرونيفريك دكت هتنزل كودالي لحد ما تفتح في الباك اوف كلويك. يبقى لو بصينا في الصورة دي البرونيفريك دكت زي ما انتوا شايفين كده، بتيجي من اللاترال اند اوف برونيفريك تيوبيولز وتنزل كودالي وتفتح في الباك اوف كلويك. يا ترى ايه هو الفيس اوف برونيفريك تيوبيولز؟ طبعا احنا ما عندناش كدني في رقبتنا، فاللي بيحصل ان البرونيفريك تيوبيولز والكرينيال اند اوف برونيفريك دكت بيحصل فيها كومبليت ديجنريشن. طيب بالنسبه للكودال اند اوف ذا برونيفريك دكت هتفضل زي ما هي، مش هيحصل لها ديجنريشن، وكمان شويه هتغير اسمها زي ما هنعرف، وهتسمي نفسها ميزونيفريك دكت او وولفيان دكت. تعالوا بقى نتكلم عن الميزونيفروس برضو، احنا بنفتكرها مع بعض سريعا لان دي عبارة عن جزء كده اخدتوه في الموديول اوف يوروجينيتال سيستم. الميزونيفروس هي عبارة عن اطول حتة في الانترميديت ميزودير، الحتة اللي باللون الاورنج، موجودة في الثوراسيك والابر لامبر ريجون. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الانترميديت ميزوديرم في مكان الميزونيفروس هيحصل فيه زي ما حصل في البرونيفروس بالظبط، هيتقسم الى قطع او سيجمنتس.
القطع دي عددها من 70 لـ80 قطعة. ليه من 70 لـ80؟ لأن دي أطول حتة من الانترميديت ميجدر موجودة في الثوراسيك والأبر لامبر ريجون. في البداية كل سيجمنت فيهم كانت عبارة عن سوليد ماس اوف ميجدر، كتلة من الميجدر ما فيش جواها كافيتي، وبعد كده هيحصل فيها كاناليزيشن وتتحول إلى تيبيولز هنسميها ميزونيفريك تيبيولز. الميزونيفريك تيبيولز عددها من 70 لـ80. كل تيبيول فيهم ليها ميديال اند وليها لاترال اند. اللاترال اند بتاعة الميزونيفريك تيبيولز هتلاقي الدكت اللي كانت اوريدي موجودة اللي كان اسمها برونيفريك دكت، هتفتح فيها والدكت هتغير اسمها تسمي نفسها ميزونيفريك دكت او ولفيان دكت، والميزونيفريك دكت هتفتح في الباك اوف كلويكا. يبقى لو بصينا على الصورة هنا، دي عبارة عن الميزونيفريك تيوبيولز. الميزونيفريك تيوبيولز لها ميديال اند وليها لاترال اند. اللاترال اند هتلاقي الدكت اللي كانت اوريدي موجودة اللي كان اسمها برونيفريك دكت. البرونيفريك دكت بعد ما البرونيفريك تيوبيولز حصل فيها ديجنريشن، يعني بعد ما اصحابها مشيوا بقت الدكت كده وحيدة لوحدها، لما الميزونيفريك تيوبيولز جت اللاترال اند بتاعتها فتحت في الدكت دي، الدكت غيرت اسمها وسمت نفسها ميزونيفريك دكت او ولفيان دكت، والميزونيفريك دكت هتفتح في الباك اوف كلويكا. يا ترى ايه هو الفيت اوف ميزونيفروس ان فيميل؟ الميزونيفروس عبارة عن ميل جينيتال دكت سيستم، يعني في الميل بيدي ديريفاتيفز في الميل جينيتال سيستم، وفي الفيميل بيحصل له ديجنريشن وبيسيب امبريولوجيكال ريمينانس. طيب بالنسبه لليورينري سيستم، لا بيدي ديريفاتيفز في الميل زي الفيميل. اول حاجه الميزونيفريك تيوبولز اللي هي باللون الاورنج، في الفيميل هيحصل لها ديجنريشن وتسيب امبريولوجيكال ريمينانس، شويه تيوبولز جنب الاوفري اسمها بار اوفرون، وتيبيولز فوق الأوفري اسمها إيب أوفر. يبقى لو بصينا على الصورة دي، ده اليوترس ودي الفاجينا ودي الفالوبيان تيوب وده الأوفري. الميزونيفريك تيوبيولز هيحصل لها ديجنريشن في الفيميل وتسيب امبريولوجيكال ريمينانس، في تيبيولز جنب الأوفري اسمها بار أوفرون، وتيبيولز فوق الأوفري اسمها إيب أوفر. طب الميزونيفريك دكت، الدكت الطويلة دي اللي بتفتح في الكلويكا، هيحصل لها ديجنريشن في الفيميل، هيحصل لها complete degeneration وتسيب remnants عبارة عن دكت صغننة جنب الفاجينا اسمها Gartner's duct. الدكت دي عبارة عن remnants للميزونيفريك دكت في الفيميل. ده بالنسبة للجينيتال سيستم. طب بالنسبة لليورينري سيستم، الميزونيفريك دكت قبل ما تدخل للكلويكا هيطلع منها بض، البض اسمه يوريتريك بض. اليوريتريك بض هيدخل جوه الميتانيفروس، هيعمل لها بينيتريشن، بيخترقها ويتقسم جواها زي الشجره ويعمل اليوريتر والبلبيكالسيال سيستم. والجزء من الميزونيفريك دكت اللي هيدخل الكلويكا، الجزء اللي قبل ما يدخل الكلويكا على طول، ده هيعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. يبقى بالنسبة لليورينري سيستم، الميزونيفريك دكت في الفيميل هتعمل ايه؟ هتعمل اليوريتر والبلفيكاليسيال سيستم وهتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. تعالوا بقى نتكلم عن الباراميزونيفريك دكت، وليها اسم تاني اسمها موليريان دكت. الباراميزونيفريك دكت او الموليريان دكت دي عبارة عن فيميل جينيتال دكت، يعني في الفيميل هتشتغل وتعيش وتدي derivatives في الفيميل genital system، إنما في الميل هتموت وهتسيب مكانها embryological remnants. تعالوا نشوف الparamesonephric duct مكان ظهورها فين وإيه هي الجيرم سيلز اللي هتعملها. ده السيرومك cavity of the embryo، وده زي البريتونيال cavity عندنا بالظبط. السيروميك كافيتي بيبقى متبطن
بسيلوميك ايبيثيليوم وليه اسم تاني اسمه ميزوثيليوم. ونوع الجيرم سيلز اللي في الميزوثيليوم ميزوديرم. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان السيلوميك ايبيثيليوم اللي مبطن البوستيريور ابدومينال وول هيحصل فيه تو لونجيتودينال ايفاجينيشن. شفنا المنظر كده، يبقى حصل فيه ايه؟ تو لونجيتودينال ايفاجينيشن، يعني عمل خطين كده خارجين لبره وقفلوا كده، انفصلوا عن السيلوميك كافيتي. ده منظرهم من ورا. دول التو بارا ميزونيفريك داكتس، يبقى هما اتعملوا بالايفاجينيشن اوف سيلوميك ايبيثيليوم وسيلوميك ايبيثيليوم ميزوديرم. يعني معنى كده ان نوع الجيرم سيلز اللي موجوده في الباراميزونيفريك داكتس هي ميزوديرم. الابر اند اوف ذا تو باراميزونيفريك داكتس بتبقى كونكتد للسيلوميك كافيتي، يعني الداكتس ذات نفسهم بتبقى مفصوله عن السيلوميك كافيتي، انما الابر اندز بتاعه التو باراميزونيفريك داكتس بتبقى كونكتد على السيلوميك كافيتي. وهنعرف كمان شوية ان الأبر إندز دي اللي هتعمل الفيمبريا أوف فالوبيان تيوب. دول الباراميزونيفريك داكتس ودول الميزونيفريك داكتس. زي ما اتفقنا الباراميزونيفريك داكت نوع الجيرم سيلز اللي موجودة فيها ميزودير، ليها كرينيال إند وليها كودال إند. الكرينيال إند كونكتد للسيلوميك كافيتي ودي هتعمل الفيمبريا اوف فالوبيان تيوب، انما الكودال اند بلايند، واكرر كلمه بلايند، بلايند يعني مقفوله. اند ات كومز ان كونتاكت وذ ذا باك اوف ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. يعني ايه؟ يعني بتلمس البوستيرور وول اوف ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس، لكن مش بتخرمه، مش بتفتح فيه، بيبقى فيه تلامس ما بين الاثنين وبعضهم. ما بين الكرينيال اند والكودال اند الباراميزونيفريك داكت بيبقى ليها تريبل ريليشن مع الميزونيفريك داكت. الكرينيال وان ثيرد الباراميزونيفريك داكت بتبقى ماشيه فيرتيكال لاترال للميزونيفريك داكت، وفي الميدل وان ثيرد الباراميزونيفريك داكت بتبقى ماشيه هوريزونتال فينترال للميزونيفريك داكت، وفي الكودال وان ثيرد الباراميزونيفريك داكت بترجع تنزل فيرتيكال تاني، بس المره دي بتبقى جايه ميديال للميزونيفريك داكت. وبعد كده التو باراميزونيفريك داكتس بيتحدوا مع بعض، الكودال اند بتاعتهم هما الاثنين بيتحدوا مع بعض، and it comes in contact with the back of definitive urogenital sinus. يبقى معنى كده ان الباراميزونيفريك داكت ليها تريبل ريليشن مع الميزونيفريك داكت، لاترال ذن فنترال ذن ميديال. يا ترى ايه الفيت اوف باراميزونيفريك داكت في الفيميل؟ زي ما اتفقنا هي عباره عن فيميل جينيتال داكت، يعني هتشتغل وتعيش في الفيميل وهتدي ديريفاتيفز. دول التو باراميزونيفريك داكتس زي ما انتم شايفين كده، الكرينيال اند بتبقى كونكتد للسيلوميك كافيتي والكودال اند بلايند مقفوله، و it comes in contact with the back of the definitive urogenital sinus. الكرينيال وان ثيرد والميدل وان ثيرد اوف ذا باراميزونيفريك داكت دي هتعمل الفالوبيان تيوب. طيب بالنسبه للكودال وان ثيرد، الكودال وان ثيرد of the two paramesonephric ducts بيتحدوا مع بعض، بيحصل لهم فيوجن مع بعض، والسبتم اللي ما بينهم في النص ده بيختفي، بيحصل فيه degeneration. يبقى لو بصينا كده مع بعض، الcranial one third والmiddle one third of the paramesonephric duct دي هتعمل الفالوبيان تيوب. طب بالنسبة للـ
lower one third او الكودال one third. الكودال one third of the two paramesonephric ducts بيحصل لهم هما الاثنين فيوجن مع بعض، والسبتم اللي ما بينهم هيختفي ويعملوا كنال واحدة. الكنال دي هسميها يوترو فاجينال كنال. اليوترو فاجينال كنال دي هتعمل اليوترس بأجزائه الفندس والبادي والسيرفكس، وهتعمل الأبر بارت أوف ذا فاجينا. يبقى معنى كده إن الفالوبيان تيوب واليوترس والسيرفكس والأبر بارت أوف ذا فاجينا دي عبارة عن ميزودير، ميزوديرمان الأوريجين، لأن هي جاية من الباراميزونيفريك داكت، والباراميزونيفريك داكت دي عبارة عن ميزوديرم لأن هي جاية من الإيفاجينيشن of coelomic epithelium. طب تعالوا نشوف بقى اللور بارت اوف ذا فاجينا هتيجي منين. مبدئيا كده هي واخده اللون الاصفر، يعني مبدئيا كده هي اندوديرمال ان اوريجين. احنا اتفقنا ان الكودال اند اوف ذا باراميزونيفريك داكت كومز ان كونتاكت وذ ذا باك اوف ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. في مكان ما لمست ال posterior wall of definitive urogenital sinus هيتكون عندي bulge في ال wall of the definitive urogenital sinus أو tubercle هسميه Mullerian tubercle. سميناه لي tubercle لأن هو عبارة عن حتة بارزة، وليه سميناه Mullerian؟ لأن هو هيتعمل بسبب ال Mullerian duct أو ال paramesonephric duct. اللي هيحصل إيه بعد كده؟ اللي هيحصل ان طبعا الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس نوع الجيرم سيلز اللي فيه اندودر، لان هو جزء من الكلواكة، والكلواكة دي جزء من الهاينجت. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الاندودرم اللي موجود في مكان الموليريان تيوبركل هيحصل فيه بروليفريشن، هيحصل فيه بروليفريشن زي ما انتم شايفين كده، ويعمل تو ساينو فاجينال بولبس. تو ساينو فاجينال بولبس. ليه سميناهم ساينو فاجينال بولبس؟ سميناهم ساينو لان هم جايين من البروليفريشن اوف ذا اندوديرم اوف ذا ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس، وسميناهم فاجينال لان هم هيعملوا اللور بارت اوف ذا فاجينا. اللي بيحصل ان الساينو فاجينال بولبس بيطلعوا لورا باتجاه الفاجينا زي ما انتم شايفين كده. السينوفاجينال بولبس بعد كده هيحصل لهم فيوجن مع بعض، يحصل لهم فيوجن مع بعض ويعملوا اندوديرمال بليت. الاندوديرمال بليت ده هسميه فاجينال بليت. الفاجينال بليت نوع الجيرم سيلز اللي موجودة فيه اندودر، وفي البداية الفاجينال بليت بيبقى سوليد زي ما انتم شايفين كده، مفيش جواه كافيتي. وبعد كده هيحصل له حاجتين، هيحصل له كانالايزيشن، هيبقى كانالايزد، وهيحصل له كوميونيكيشن مع اليوترو فاجينال كانال. يبقى معنى كده ان الفاجينال بليت اللي حصل له كانالايزيشن ده هيعمل اللور بارت اوف ذا فاجينا، يعني معنى كده ان اللور بارت اوف ذا فاجينا اندوديرمال ان اوريجين، وهيعمل كوميونيكيشن مع الابر بارت اوف ذا فاجينا دي ميزوديرمال ان اوريجين، لان هي جايه من اليوترو فاجينال كانال، واليوترو فاجينال كانال دي جايه من الكودال اند اوف ذا بارا ميزونيفريك داكت. طب لو نلاحظ ان الفاجينال بليت حصل له ديجنريشن وبريك داون ما عدا اللور بارت بتاعه، اللور بارت بتاعه اللي موجود ما بينه وما بين الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس، ده مش هيحصل فيه ديجنريشن ولا بريك داون، ده هيفضل زي ما هو علشان يعمل thin membrane اسمه هايمن. والهايمن بعد كده هيتكون فيه minute perforations علشان يعدي المنسترول بلود بعد البيوبرتي. تعالوا نلخص مع بعض الـ formation of the vagina. دي عبارة عن اليورينري بلادر، وهنا تحت هيبقى الـ definitive urogenital sinus. اليورينري بلادر دي جاية من الفيزايكو يوريثرال كانال اللي هي تقسيمة الكلواكة. دي اليوترو فاجينال كانال اللي هي هتعمل اليوترس والأبر بارت اوف ذا فاجينا.
It comes in contact with the back of the definitive urogenital sinus. مكان ما لمست ال back of the definitive urogenital sinus في المكان ده حصل بلج. البلج ده اسمه مولاريان تيوبركل. في مكان المولاريان تيوبركل حصل بروليفريشن للإندوديرم اللي موجود في مكان المولاريان تيوبركل. الإندوديرم of the definitive urogenital sinus حصل فيه بروليفريشن وعمل two sino-vaginal bulbs. ال two sino-vaginal bulbs كبروا لبره باتجاه الفاجينا، ما كبروش لجوه باتجاه الديفينيتيف urogenital sinus. بعد كده ال two sino-vaginal bulbs حصل لهم فيوجن مع بعض وعملوا endodermal plate اسمه vaginal plate. الفاجينال plate بعد كده هيحصل له حاجتين، هيحصل له canalization علشان يعمل اللور بارت اوف ذا فاجينا endodermal in origin، ويحصل له communication مع الابر بارت اوف ذا فاجينا ميزوديرمال ان اوريجين. يبقى الابر بارت اوف ذا فاجينا دي ميزوديرم لان هي جايه من اليوترو فاجينال كانيل وهي جزء من الباراميزونيفريك داكت، واللور بارت اوف ذا فاجينا دي اندوديرم لان هي جايه من البروليفريشن اوف ذا اندوديرم of the definitive urogenital sinus. The lower part of the vaginal plate الجزء اللي ما بينه وما بين the definitive urogenital sinus ده مش هيحصل فيه degeneration ولا breakdown، ده هيفضل زي ما هو ويعمل thin membrane اسمه hymen، والhymen بعد كده هيكون فيه minute perforations. زي ما شفنا في أول المحاضرة الصورة of sagittal section of female pelvis، هنلاقي إن فتحة اليوريثرا وفتحة الفاجينا هما الاتنين بيفتحوا في الجزء ده اللي بسميه vestibule of the vagina. بعد ما خلصنا الفيت of paramesonephric duct في الفيميل، تعالوا نشوف الفيت بتاعها في الميل. زي ما اتفقنا في أول المحاضرة الparamesonephric duct دي عبارة عن female genital duct، يعني في الفيميل هتشتغل وتعيش وتعمل derivatives في الجينيتال سيستم. إنما بالنسبة للميل، بالنسبة للميل هيحصل لها degeneration وهتموت وهتسيب مكانها embryological remnants. الامبريولوجيكال remnants هي عبارة عن حتة صغيرة كده فوق التستس اسمها appendix of the testis، وكمان هتعمل البروستاتيك يوتريكل. الكونجنتال انوماليز اوف ذا باراميزونيفريك داكت دي بتتكون من جزئين. الجزء الاولاني من الانوماليز التو داكتس بيتكونوا كويس جدا بس ما حصلش فيوجن ما بينهم كويس، يعني فضل سبتم ما بينهم. السبتم اللي ما بين الكودال اند اوف ذا تو داكتس المفروض ان هو بيحصل له ديجنريشن، لكن هنا مش بيحصل له ديجنريشن بشكل كافي. والنوع الثاني من الانوماليز الباراميزونيفريك داكتس واحدة فيهم اتكونت كويس جدا جدا والتانية ما اتكونتش، او ان الاتنين اتكونوا لكن في سيجمنت مشتركة ما بينهم ما اتكونتش كويس. تعالوا نتكلم عن الجزء الاول من الانوماليز، وهنا سببها ان حصل فيلير اوف فيوجن بتوين ذا تو باراميزونيفريك داكتس، يعني السبتم اللي ما بينهم ما حصلش فيه ديجنريشن بشكل كافي. Normally the caudal end of the two paramesonephric ducts بيحصل لهم fusion مع بعض، والسبتم اللي موجود ما بينهم بيحصل فيه degeneration from caudal to cranial ويعملوا كنال مشتركة اسمها uterovaginal canal. لو حصل complete failure of fusion between the two paramesonephric ducts هيعمل condition اسمها double uterus و double cervix و double vagina. طيب لو السبتم اللي موجود في مكان الفاجينا اختفى، هنا هيبقى فيه partial failure of fusion between the two paramesonephric ducts، هيبقى فيه common vagina، هيبقى فيه double uterus و double cervix و single vagina. لو السبتم اللي موجود في مكان السيرفكس حصل فيه degeneration، هنا برضو هيبقى فيه partial failure of fusion between the two paramesonephric ducts، يعني ما حصلش fusion ما بينهم بشكل كامل. هيبقى فيه double uterus
وسنجل سيرفكس وسنجل فاجينا، دي اسمها باي كورنييت يوترس، يعني اليوترس اللي ليه قرنين، ليه تو هورنز. الصورة دي عبارة عن صورة لليوترس بتاع فيميل عندها باي كورنييت يوترس. الفيميل دي عندها 39 سنة، وهنا طبعا ولدت بي سيزيريان سيكشن، ولدت توينز زي ما انتوا شايفين كده. هنا اليوترس ليه تو هورنز، هنا دبل يوترس وسنجل سيرفكس وسنجل فاجينا. الحالة اللي بعد كده اسمها سبتيت يوترس. في السبتيت يوترس بيحصل كومبليت فيوجن ما بين التو باراميزونيفريك داكس، لكن بيفضل فيه سبتم في الابر بارت اوف ذا يوتراين كافيتي، يعني بيبقى عندي سنجل يوترس وسنجل سيرفكس وسنجل فاجينا، لكن بيفضل فيه سبتم. المفروض ان السبتم ده طبعا نورمال بيحصل فيه ديجنريشن، لكن هنا مش هيحصل فيه ديجنريشن، والسبتم ده هيبقى موجود في الابر بارت اوف ذا كافيتي اوف ذا يوترس. ده اخر نوع واخف نوع. هنا تقريبا التو باراميزونيفريك داكتس حصل فيهم كومبليت فيوجن، لكن بيبقى فيه اندنتيشن او في ديبريشن في الفندس بتاع اليوترس في مكان الفيوجن اوف ذا تو باراميزونيفريك داكتس، والحاله دي بنسميها اركويت يوترس. تاني نوع من الانوماليز زي ما اتفقنا هي سببها ان التو باراميزونيفريك داكتس واحده اتكونت كويس جدا جدا والتانيه ما اتكونتش، كانت رودمنتري، او ان الاتنين اتكونوا كويس جدا لكن كان في سيجمنت مشتركه ما بين التو داكتس ما حصلش فيها فيوجن للتو داكتس مع بعض. اول كونديشن اسمها باي كورنييت يوترس وذ رودمنتري هورن. في الحاله دي في واحده من التو باراميزونيفريك داكتس اتكونت كويس والتانية ما تكونتش كويس، كانت رودمنتري، فاسمها باي كورنييت يوترس، يعني اليوترس اللي ليه قرنين with a rudimentary horn، يعني ضغط فيهم عملت اليوترس بتاعها والسيرفكس بتاعتها والفاجينا بتاعتها، انما الضغط التانية كانت رودمنتري. الاتريسيا of the cervix سببها ان السيجمنت of the two paramesonephric ducts اللي هتعمل السيرفكس، الجزء من التو باراميزونيفريك داكتس اللي هيعمل السيرفكس، اتريتيك او مقفول. الاتريسيا اوف ذا فاجينا سببها، هنا في الصوره دي الابر بارت اوف ذا فاجينا مفتوحه اللي هي جايه من الباراميزونيفريك داكتس من اليوترو فاجينال كانيل، انما الجزء من الفاجينا اللي هيجي من الفاجينال بليت هنا الاتريتيك مقفول علشان في فيلير اوف كانالايزيشن اوف فاجينال بليت، فبيبقى اللور بارت اوف ذا فاجينا اتريتيك. اخر نوع من الانوماليز اسمه امبيرفوريت هايمن. نورمالي الهايمن بيبقى فيه فتحات، الفتحات دي الباترن بتاعها بيبقى مختلف، ساعات بيبقى انيولر وساعات بيبقى كريبري فورم يعني منقط، وساعات بيبقى فيه سبتيت هايمن، لكن في بعض الاحيان بيحصل ابنورماليتي ان الهايمن ما بتتكونش فيه البرفوريشنز الصغيره اللي هي مسؤوله ان هي تعدي المينسترال بلاد بعد البيوبرتي. فطبعا دي لو حصل بيوبرتي لفيميل عندها امبيرفوريت هايمن مش بينزل المينسترال بلاد ديورينج منسز، والمينسترال بلاد بيتجمع تدريجيا جوه اليوترس، وده طبعا بيعمل انفكشن مع الوقت، ولازم الهايمن يتفتح بشكل جراحي علشان يعدي المنسترول بلود. شكرا جزيلا.